أبحر بنا في هذا المجال يا دكتور. ما شاء الله تبارك الله. مثل ما تفضلت يا أبو بدر أبو عبد العزيز في مقدمتك الجميلة يوم ذكرت أن الكلمة لها وقع في النفس ولها تأثير. بلا شك أنه الكلام أنا أيدك وأشد على كلامك اللي ذكرته. وخليني أبدأ في قصة يعني أنه كيف وقع الكلمة يكون على الإنسان أصلا. جميل. أذكر الكلام أكثر من 20 سنة كنا في بريطانيا نتعلم اللغة الإنجليزية. جميل. وكنا تحديدا يعني العرب بشكل خاص يعني اللي يدرسون هناك اللغة. كان في واحد جاي جديد يدرس دكتوراه من زملائنا. جميل. وسبحان الله بعد يمكن مرور أسبوع إلا المسؤولة عن السكن لأنه كنا نسكن عند عوائل كل واحد يسكن عند عائلة. فالمسؤولة عن السكن طلبت يعني قالت لو تكرمتوا فيه زميلكم فلان الفلاني نبغاكم تكلمونه في موضوع لأنه لو نقلناه عن العائلة تتكرر نفس المشكلة. جميل. قلنا إيش المشكلة طيب؟ قالت المشكلة أنه له لما يقولون له مثلا أنت تبغى قهوة ولا تبغى شاي ولا وش تبغى يقولهم لا ما أبغى شاي ولا مثلا يقول إيه أبغى قهوة. طيب وبعدين قالت نفس الشيء لما ملابسه تتوسخ ويبغى يغسلونه يقول غسلوا ملابسي. يعني صيغة الأوامر اللي دائما ممكن يقولها الإنسان وهو ما يعرف. وحنا في مجتمعاتنا لا ترى لابد من الاحترام والأدب في التقديم. هو صحيح ما سأل احترام أو قل احترامه لكنه لازم يأخذ كلمات جميلة لأن الناس دول ما هو يعني عنده شغالين أو شيء ومهما كان يعني هم لهم كرامة ولهم قدر. جميل. وحتى لو أني شغال عندك لازم تعاملهم بأدب وباحترام كما تعامل الآخرين. جميل. احنا صراحة قعدنا نتكلم نقول كيف نقدر نوصل المعلومة هذه للشخص وفكرنا يعني بطريقة قلنا لابد واحد منا هو اللي يمسكه علشان ما الجميع يعرف ويبين له يوضح له انه هذا المجتمع هذه طبيعته. جميل. وانها تأثر عليهم. حلو. الكلمات انك تقول لهم افعلوا ولا مثلا تبغى قهوة تقول له لا ما ابغى قهوة لا لابد انك تقول كلمات يعني غير يعني مثلا تقول لا شكرا ما ابغى قهوة ولا إيه لو سمحتوا أبغى قهوة وأبغى معها حليب إذا ممكن وغيرها من الكلمات. إضافة كلمة تلطف صحيح تلطف الطلب أو الرفض لأن اللي ساكنة معه المرأة اللي ساكنة الكبيرة في السن هي وزوجها قالوا ما نبغاه إحنا طلعوه عند ما نصرح نتقبله هذا آخر يوم. فالمعهد رايح ينقله لأن العائلة جديدة يقولون إذا كرر نفس الطريقة يرفضون العائلة الجديدة فلا بد أنكم تبلغونه قبل ما ننقله. فعلا احد الاخوان كلموا وبلغوا ووضح له الفكره بكل ادب واحترام. بعدها قرروا ماده تدرس للعرب فقط. الماده مفادها انك اذا جيت تسال ولا جيت تطلب ولا لابد لو تكرمتوا مثل ما تفضلتوا يا ابو عبد العزيز. جميل. لو سمحتوا شكرا هالكلمات. وهذا يقودنا حقيقة إلى إحدى الدول الأوروبية وهي الدنمارك. زرتها سنة من السنوات وكنت أمشي في إحدى الشوارع العامة اللي فيها الأسواق المفتوحة ولقيت بنر موجود كبير جدا ومكتوب تريد هذه القهوة ومحطوط عندها 4 يورو ومحطوط تحتها 8 يورو. فتعجبت الكوب هو نفس الكوب والطلب هو نفس الطلب. فقررت أني أدخل وأسأل وش الفكرة باختلاف الأسعار. وفعلا عندما دخلت المحل وسألتهم يعني اللي كانت البنت اللي تبيع قلت لها أنتم كاتبين برا 4 يورو و8 يورو وش الفرق بين الأحجام؟ قالت لا الحجم واحد. قلت طيب والصنف يعني في مكونات مختلفة؟ قالت أبدا والصنف واحد كل شيء واحد. طيب قلت طيب ليش من اللي أقول لها من الغبي اللي بيطلب أبو 8 يعني كل الناس بتطلب 4؟ قالت لا لا تقول الكلام هذا. الطريقة الأسلوب اللي تطلب فيها أنا بدوس على الماكينة وبحط لك 4 ولا حط لك 8. قلت ممكن مزيد من الإيضاح؟ قالت شوف إحنا نشجع الناس على اختيار الأسلوب الطيب والكلمات الجميلة الرائعة. حلو. حتى لو أنا أشتغل هنا أنا يهمني أسمع كلام طيب ما يهمني أسمع كلام واحد يقول لي أنت جاية تشتغلين بفلوسي أو إلى آخره من الكلمات الفضة اللي ممكن يعطيني إياها.
قلت وضحي لي أكثر. قالت مثلا لو جيت لمي أنت الآن وقلت لي أعطيني نسكافيه فرضا أو أعطيني القهوة الفلانية، أي. أنا رايح أسكت ورايح أدوس على الماكينة لك بثمانية يورو، ما رايح أدوس لك بأربعة يورو. قلت والسبب؟ قالت لأنك قلت لي أمر أعطيني القهوة الفلانية. عجيب. ما قلت لو سمحتي وابتسمت وأنت تتكلم أيوة هذه اللباقة المطلوبة. فأنا أقدر الشخص اللي يقوله، بعدين لما أجيبها لك وأقدمها لك لما تبتسم وتقول لي شكرا خلاص تعتبر أنت تتاخذ أبو أربع يورو على طول، لأن أسلوبك وطريقتك خلتنا أعطيك الأرخص. لكن لما تجي لمي وتقول لي عطني ولما أنزله لك لا تبتسم لي ولا تقول لي شكرا حاطيك فاتورة أبو ثمانية يورو. فيقول فهي تقول إن نساعد الآن البشر في طريقة كيف نتعامل مع الناس. والحقيقة يمكن يعني بيكون في مجال نتحدث إنه ديننا الإسلامي أمرنا أصلاً في كل شيء جميل في الحديث عنه، في كل شيء ونهانا عن كل شيء سيء يجرح فيه مشاعر البشر أو حتى يؤذيهم. أو لذلك جاء القرآن الكريم بسورة كاملة اسمها سورة الآداب اللي هي معروفة سورة الحجرات. سميت سورة الآداب ليش؟ لكثرة الآداب اللي فيها يأدبون البشر فيها، لا في نبرة الصوت ولا في ارتفاع الصوت ولا في اختيار الكلمة إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة ناطقة تترجم ما جاء في القرآن الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير أحيانا إلى بعض الصحابة اللي ممكن يكون في عندهم شيء من القسوة أو شيء من الفظاظة في الألفاظ، فكانت السنة تؤيد دائما القرآن وتختار الألفاظ البسيطة السهلة في التعامل. حتى في قضية الحديث مع الآخرين ممكن يجي واحد يعتقد أن عنده من العلم الشيء العظيم، لكنه إذا جاء يتكلم مع الأسف قد يتقعر في الكلمات ويتشدق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقعر والتشدد. لذلك وهو أوتي جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان الجميع يفهم خطابه، ما في حديث من أحاديثه رغم هذه الأحاديث الهائلة نجد أنه يصعب علينا فهم بعض المفردات. قد يكون حديث أو حديثين، لكن الأصل حديث النبي يفهم ولا يحتاج إلى مترجم أو إلى أحد يقول لنا وش المقصود في هذه الفكرة أو إلى آخره. جميل جميل دكتور، والله جدا يعني مثل ما ذكرت اهتمام ديننا العظيم يعني في التعامل في انتقاء الألفاظ. وأتذكر مقولة لعمر بن الخطاب صحيح. يعني سئل يعني